حبينا نتوجه لهم نحن بلمة حب منا جمعية جذور، نجمعهم على لمة حب لأنه هنن بحاجة لمحبة، بحاجة لعطاء، بحاجة لحنان لفرح. فحبينا أنه نحن نجمعهم على هالشي هاد، حبينا أنه نحن نقدم لهم، حاول نزرع فيهم جذور الحب، جذور الخير، جذور العطاء، جذور الأمل ببكرة. نحن لاستمرارية عمل جمعية جذور اللي هي مختصة بالدعم النفسي والاجتماعي، نحن توجهنا للأطفال المعاقين وتوجهنا للمكفوفين، وهلا حبينا نتوجه بخطوه جديده للاطفال الايتام اللي هن موجودين بمنطقه بعيده وما عم تقدر باقي الجمعيات او توصلهم. فنحن بنحاول انه نزرع لهم البسمه على وجوههم وان شاء الله بيعم الفرح. جينا كلياتنا لحتى نزرع بسمه على وجوه الاطفال من دار الايتام اسمه عوده، وكلياتنا عم نعمل هيك فعاليات لحتى الاولاد ينبسطوا، لحتى نزرع بسمه على وجوههم، لحتى يتفاعلوا معنا. كان في مسابقات، هدايا، في غدا للاطفال، يعني هيك شغلات. لان احنا في المشروع دار الامل، جذور الامل، اللي هو كان انطلاقتنا الصراحه وكان اول مشروع مسكو، ونحن مستمرين فيه دائما ومستلمينه من كافه النواحي. وبنفس الوقت عندنا كمان لمه ذهب عتيق اللي كمان توجهنا فيه للمسنين بدار غريغوريوس، كمان هذا حيكون حمله مستمره. وهلا مثل ما شفتي لمه حب متوجهين فيه للايتام، مشاريعنا بالنهايه كلها مستمره ان شاء الله. هلا مشروع لمه حب اليوم كان البدايه ولسه ما له نهايه ان شاء الله، بلشنا باطفال جمعيه العوده ومستمرين ان شاء الله لنخلي الفرح يعم كل الاطفال.